اليوم ونحن مع بعضنا هنية نسألوك، مشيت لأيباك ولا ما مشيتش؟ اللي هي لجنة العامة للشؤون الأمريكية الإسرائيلية، عام 87 قلت ثقتنا بالله أولا وبن علي ثانيا ولا ما قلتش؟ عام 90 وقت اللي تغسرت وقطعت الجزائر ومشيت لندن، حررت المبادرة ولا ما حررتش؟ هالنهارين مع قلب تونس قلت ولا ما قلتش ما تحالفوش مع الفساد؟ ومن بعد قلت نوصل التحالف الحكومي. جيت من لندن وقلت ما نترشحش ومانيش مترشح وترشحت. هذا كله نعرفه، بمعنى وأنه الشيء ونقيضه هو كنهكم، وأنه تقابل مع عبد الحكيم بالحاج وإلا أبو عياض وإلا بن لادن كلها تفاصيل، لأنكم نفس الماهية، فما دي نيونس، أنتم حلقات من نفس السلسلة، لأن القراعات هي نفسها، أنتم أبلاء وأحفاد سيد قطب والمودودي والبنا، واللي أنتم هذوما هما أصل قناعاتكم، اللي هذوما يكفروا، واللي هذوما ما يمنوش بالدولة المدنية وبالديمقراطية، واللي هذوما كانوا دائما وأبدا خدما لأسيادهم من الاستعماريين، وهذا نعيشوه وهذا نشوفوه كل يوم، ما هوش في العلاقات الدولية، شوفوه في تونس، نشوفوه في عيش تونس، في أبناء تونس. نحن اليوم مش من الدبلوماسية، الدبلوماسية هي التقية عندكم، الدبلوماسية هي جهاز سري عندكم، الدبلوماسية هي لما نعيش حالة من الاختيار السياسي. ونحن نذكروا اللي في حزب الوطني الديمقراطي الموحد ضحيتكم، نحن ضحيتكم، ضحية الاختيار السياسي، وعندنا شهيدنا الشكري بالعيد ضحية الاختيار السياسي متاعكم، وشعبنا ضحيته من الأمنيين ومن العسكريين، ونحن ضحية عندنا الشهيد محمد البراهمي، ضحيتكم وضحية تحريضكم، وهذايا توزيع أدوار بينكم وبين مختلف الحلقات متاع السلسلة المتعلقة بتصور العالم اللي ينبني فقط على السلطة، فماش حتى مشروع آخر لا اقتصادي ولا اجتماعي. مستعدين لكل شيء، مستعدين لبيع الأوطان، ومستعدين أنكم تكونوا مع البرايت ومع مكين وفي آيباك، وأنكم تحتضنوا الشيطان من أجل أن تكونوا في ذلك الموقع من أجل ممارسة الأجندة الخاصة بكم. تاريخكم ماهوش هذا، تاريخكم ما تنجموش تنسلوا منه. البس كرافات حمراء والبس كرافات زرقاء والبس كوستيوم ونحي الجبة ونحي اللحية وتزين وطهر نفسك بكل العطورات متاع باريس وبدل فمك 4 مرات واعمل اللي تحب، ما تبدلش، لن تنزع عنك ثوبة وجبة أنك بالفعل دمرت تونس وأضريت بتونس في تاريخ كامل. أنا أقول لك هذا مش على خاطر عندي ثأر شخصي، لأنه منطق الثأر منطق بدائي ما قبل الدولة وما قبل القانون. أنا أقول لك هذا من موقع إنساني عميق، لأنه تونس هذية نحبوها ومناش مسلمين فيها، ونوعدك ونوعد التوانسة، نحن مشروع، نحن مشروع، وما زلنا موجودين، ما زلنا موجودين. وما تنساش كما كانوا يمدحوا فيك توا النهضة، كانوا التجمعين يمدحوا في بن علي، قد تتعرض للعدالة الانتقالية، وقد تكون موضوع متاع عدالة انتقالية، وقد تكون موضوع متاع محاسبة، وقد تكون موضوع متاع مسائلة، لأنه نجم تكون عندك كل سلطات. عمرو بشير ما صاحبك وكيفك، ما عنده حتى كونت في البنكة وما عنده حتى شيء باسمه،
وما عنده حتى دار وتمزاو عليه نسابه، لكن لقاو عنده بالات متاع دولارات محطوطة في الدار. انت كيف ماكش بعيد عليه، تعملوا كيك، كلكم تعملوا كيك، ما عندكمش الوضوح والنقاوة والنزاهة باش تبني دولة عصرية اللي فيها قوامها حرية الإنسان وكرامة الإنسان وحق الإنسان. دوسوا على الإنسان من أجل مشروعكم الرجعي الظلامي اللي نجم يتعاطى مع كل مكروه وكريهات وكل المدنوس في البشرية هذية، وكل ما تفرز من هذه البشرية من ظواهر سيئة وكريهة. تتعاملوا مع الاستعمار، تتعاملوا مع المجرمين، تتعاملوا مع الكناترية، تتعاملوا مع كل شيء من أجل هذا المشروع الظلامي الرجعي. ولذلك بالنسبة لنا احنا مشروعنا إنساني، وعلاقتنا بكم ليست لا علاقة الحقد ولا الثأر، علاقة مشاريع. واللي بالنسبة لنا احنا خطنا شيء في تاريخنا شيء، وخطكم شيء في تاريخكم شيء. مرة أخرى أقول لك، نحن وقت اللي كنا ندفلوا في الرسارفيق شهيد شكري بالعيد، خرجوا ملايين قالوا لك يا غنوشي يا سفاح يا قتل الأرواح.